بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الرئيس، أصحاب السعادة النواب، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بداية نشكر مجلسكم الموقر على الاهتمام بموضوع الأمن الغذائي، وهذا الموضوع الذي نشاطركم الحرص فيه، ونحرص أيضا يدنا بيدكم لوضعه موضع التنفيذ. وأيضا أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الرئيس وأعضاء لجنة التحقيق البرلمانية على جهدهم وعملهم المستمر ومهنيتهم في إعداد هذا التقرير وحرصهم على التعاون مع الوزارة في هذا الشأن. وأستذكر أيضا زياراتهم الميدانية واجتماعاتهم المتكررة وحرصهم على دراسة الموضوع من جميع نواحي. بداية نقول أن هذا التقرير هو فرصة للتطوير، فرصة للعمل المشترك. ما ورد فيه من مقترحات نعتبرها فرص التحسين والتطوير، ودائما موضوع الأمن الغذائي وموضوع الإنتاج المحلي سواء يتعلق بالقطاع الزراعي أو السمكي أو الحيواني دائما عمل مستمر ويتطلب التطوير بشكل مستمر، ونحرص على التعاطي بإيجابية في ما ورد من التقرير من مقترحات وملاحظات. إذا تسمح لي معالي الرئيس أجيب على بعض الاستفسارات تفضلوا فيها أصحاب السعادة النواب، وأنا أشكرهم على ما طرحوه من ملاحظات ومقترحات. يمكن أبدأ بخطط وبرامج رفع الإنتاج المحلي. نعم هناك خطط وهناك أرقام وهناك نسب من وإلى هذه الخطط. الخطط مستمرة تحدث وتطور. على سبيل المثال احنا طبعا نركز بداية معالي الرئيس على سلع معينة نرى فيها مساحة من الاستثمار، مثل الدواجن، مثل البيض، مثل استزراع السمكة والأحياء المائية. هذه نرى فيها مجالات واعدة، أفق واعدة للتطوير، ونعطيها أولوية في الاهتمام والدعم. تكلم أصحاب السعادة النواب عن دعم المستثمرين أو المزارعين، مما لا شك فيه أن كل جهد وطني لرفع نسب الإنتاج المحلي والأمن الغذائي هو موضع تقدير وندعمه. هناك طبعا امتيازات تقدم اليوم للمستثمرين او المزارعين من خلال منح اراضي مدعومه باسعار رمزيه، فترات سماح، نقل معرفه، ولكن ايضا هناك دعم مستمر. واذا هناك اي مساحه للتطوير والمزيد من الدعم بالعكس احنا منفتحين على هذه الجهه. تكلم اصحاب السعاده عن استراتيجيه موحده او التعاون الخليجي فيما يتعلق بالتعاون الخليجي. نعم هناك عمل خليجي مشترك، هناك لجنه وزاريه سعرة النائب اليوم اسمها لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي، تعمل على وضع استراتيجيات مشتركة خليجية للتكامل الغذائي، وأنا أشكر سعادته على هذا الطرح. تكلم سعادة النائب عن قرار منع الصيد في عام 2009، وأشار أيضا في كلمته ومداخلته مشكور أن هذا القرار يهدف إلى المحافظة على جهد الصيد. نعم هذا القرار يهدف إلى المحافظة على جهد الصيد، ولكن أيضا في مرونة صدر قرار لاحق في عام 2021 يسمح في ظل سقف معين بنقل الرخص وفق ضوابط معينة بحيث لا يؤثر على جهد الصيد، وأشكره على هذا الطرح. أيضا تكلم أصحاب السعادة النواب عن مشروع جلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه للأمن الغذائي. نعم هناك ميزانية مرصودة، عمل مستمر، مشروعين اكتملت أعمالهم الإنشائية، وأنا أشكر اللجنة زارتهم ميدانيا، اكتملت الأعمال الإنشائية، ونطلع إن شاء الله قبل نهاية العام الحالي يبدأون العمليات إن شاء الله، ومن ثم ننتقل للمحافظات الأخرى. هناك تخطيط، هناك ميزانية مرصودة، فهذا أحد المشاريع التي نعول عليها كثيرا في دعم الأمن الغذائي.